صل يا محمد عليك الله صل يا محمد وصلنا دائما عوني وحسبي عليك الله صل يا محمد عليك الله صل يا من محمد يا ساحر أمي لأن بذكره مرضات ربي فدير محمد خير كساب وخير تجارة وحياة قلبي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد بذكر يسار مصطفى في يسرى بحب الليل وصف الدروب مقرب به عقل مع شبدي عشق به عهد نجاة اليوم بكرمي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد به سعيد استعيد كلام كيشفي شقيق مرء من حزن وعرب بهدكم السماء والأرض بهدكم الحب من لبي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد صلى يا محمد به نار وعلم الميل اشتكي كلا الكونين تسمع يا محبي فنور العشق من نور الحبيب كنور الارض من شرق وغرب عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد اخلاقي ولا اكثر الا رب الكوفه اليه سبحانه وتعالى احدث اسس فيه نبينا صلى الله عليه وسلم حديثنا صلى الله عليه وسلم حديث أهل الإسلام حديث فضل أهل الإسلام سبب هذا أن الجوله ودفه في سبب الحكسة بلا سيدة بلا خديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كي يبقى هنا حديث صلى الله عليه وسلم إذن الله تدعير في مدينة سيدنا علي بن أبي طالب وهل قصير في تفرق ما أنت إنس ممنون بالمرسات مسلمين تأثروا الناس مرسات يا إنس مرسات لما يقول يوم بيسي في قول لها الكرة بما كنت دعي كانت طبعا فلله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأدب وحرائف يا روح وهو يبتلي يا أيها الأعداد هذا مسهل من وإنسان تفرق فيه وعيون القبل وعيون ملك الهرق وسهل ملك الهل ملالئ هل ليس الحرب انتباهه لكن ما انت عالم فقد يكون بهدي يبقى في سواح كيف يروح وكسر يا بقى ابدا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خصوصا يا سيدي شاعر تبوي لولا افتعال المعرفين جاءت ما كان يعرف نشر طيب العود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان واذا اراد الله نصر فضيله قويه اتاح لها لسان حدود حسدت حاسدت وها ولا عدل هي مرفوع قل له اصبح حاجات الوزوليه لكن انا مبسوطه والله واذا اراد الله نصر فضيله قويه لا تقول فضيله لا ان شاء الله أوصف من أنا تسمع أن كنت أن يتقص الهطوبة إلى هبر وفافية وقلت لدي أتاح لها اللسان حسود وحسب بدل يالا عم الضرى تفعل وإذا أراد الله نصر فضيلة الدنيا أتاح لها اللسان حسود لم نستعال النار فيما جوار الساسان المعرف نصر طيب العود جئت أوسى لم يستمع الله الصلاة والسلام على من بلى النبي بعده وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابتهم أجمعين ولا لله بأنها السم حسب جنب ركيسن لا يوجد أن تفوق ويتكلم
أنه غفت لرسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفر عن كرامين من نورين إن شاء الله تعالى وحيو بعضا أوي إن شاء الله تعالى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إله أوي وحقهم كذا أوي إنك سوى مسلم أو كذا ركسيه بيقان إله يبقى شيء أنتي تذكر دورتي وفيتي عم تذكر دورتي إلهي ما تقولي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وفيتي سيك جود وإن هو يأيمن لو عمري سبحانه وتعالى النبي محمد سيك جارة وإلهي ما عمري إن هو يأيمن سبحانه وتعالى حتى عم تنبع إلهي هو حرمي نبي محمد جراج صلى الله عليه وسلم أحسان طن ويتم السعي هؤلاء جيسي إلا جهور جلو ويتم السعي إلا إنسان مجرد إلا غير ويتم السعي إلا رسول الله عليه وسلم من دولة لبسة وكركرة على الله دواقه أحسان طن بإلهي حرمي نبي أسر والتعظيم لي سبحانه وتعالى واجبات بلن بإلهي مواجب يالي وهو نبي وسط تعظيمه سبحانه وتعالى فاسع أقول كدوه إن شاء الله تعالى مسلم كالسنة وهي يقان دفاع عنه من السنة وقال يا إلا دفاع إلا أن يبهوك في عوضه ولا يأتونك في المسار إلا جئناك بالحق وعصاك الصيام فهل روح الكينان أعرضه أورا وطنية وضريبة وعيعة وتفجرية فيوصل أنه روح إلا إله سبحانه وتعالى تعدى الله عزيزينا الله سبحانه وتعالى سلم صلى الله عليه وسلم إلهي من أجل الله بكر فاعل المؤمنين تعالى يا رب مجيء عالم الجهر والجن وعيه جولة الإسلام كاكتبت الجمع يستغل الإسلام يا مكة وعيه بشكت جولة الجهر والإسلام فوضى مغيث يا مكة وعيه تشي الإسلام كأهل شوقها وكتبه الجولان وكوافقين مكة عشان مكة يتهمين بياخي الإسلام كأنه هدوه يا وحيد الإسلام كأبرا بكتبه محطوب على الجهر المحطوب على ما تيني ذو رسالة الجهيان أكبر يا السماء ونسي نرجع الكهل لكهل من العيوة والحرام كيف يسجد بارك الله فيك إسلام كيف تستعوون غير الأفعال أكل وإن الجبزان لهم الغالبون إلى قيام الساعة مجا ويفا شبنان الله تعالى يزور علماء الإسلام بما يكون مجيلي مجا لا يا نبي هل تفع عدول دور وحلو مجيزا هل يكون وإن الشيء فيها وإبنه وين السنة يسير ابنه وين السرعة يسرق ابنه وين الأرواد يسير ابنه وين السرعة الإسلام في السنة والمطهرة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من مسألة من خطة عروبة نبي قال إنه يرده من الله يقدر كل من أسئلة في يوم وين مفرد وين السرعة سرعين وين يعني ما أسئلة وين أسئلة العرمين وين كل من أسئلة أهل عالم المؤمنين سبع أهل العلم المؤمنين ما كاسع إسلام تقول غير كل لم يجد فعلي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد I want to take the opportunity first to thank everyone who has organized this Mawlid because one of the first things you can do in this world is organizing Mawlid and I also thank by thanking our brothers in America who actually voted and elected Joe Biden. I'm doing this because they had asked us to pray for them for safe elections. Safe elections have come and we pray that inshallah the rules and policies which will be going there inshallah they will be better for Muslims and the entire world. We also pray for our brothers who are in France with whatever is going on there. But what we have to tell each one of us amongst Muslims
We must always make sure that we follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Holy Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have in the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala the best example. I know the one who introduced me says that I'm Professor Hassan from the University of Nairobi. And Alhamdulillah, I teach in almost 5 universities in this country. I teach at the University of Nairobi, I teach at Mount Kenya University, I teach at St. Paul University, I teach at Adventist University and other universities. What am I doing? I'm following the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu mu'alliman. And I thank all these people because they are my teachers. I know Prophet Sayyid Abdullah is more than professor, and all these people are better than I in education. I think the only thing I did is getting papers, but some of them did not bring that gap. And that's why I'm calling upon all ulama, Muslim scholars in this country, to bring the gap. Those who have not done KCSE, they should go and sit for KCSE, then they join university and get the papers, because that's the only way we will have to go and teach people in the university. Because the enemies of Islam, they will have it actually, once they have done, they have taken the path of the other one, the school. So they go to school, they get doctors, then they go teach our children of Habiji. Even in the books which are taught in Kenya, in Kenya curriculum education, the books have a lot of Habiji in them. We teach our children about Sharika in Madrasa, when they go to school, they are taught about Habiji. We have to change this. So every one of us must write a book in Kenya. And inshallah, we will start translating all the books written by this church in English, inshallah, so that people understand the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to finish and say that you have already started writing, and here we have a sample of three books which we will start using them, inshallah, soon. One of them is Kitab al-Hurum. This is a book for children, small children. It is about, these are the books for pre-primary education. So inshallah, our children will be taught books which are actually pro Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is one of them, and we'll try to see if it can be used in the entire world, not only in Kenya. The second book which we have just written is Simplified Arabic Language. This will also be taught in our schools, secondary schools and primary schools, inshallah. And the last book which we have in this category is Arabia al-Arabia al-Jamil, Arabic for all. This book also will be taught in our university. These are books which don't have Wahhabism in them. They will be teaching people love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastly, inshallah, we will make sure by the time we come here next year, we see that all our books from 1 to 4 and the books we don't have Wahhabism in them, inshallah, and also Arabic books. May Allah bless you. Lastly, by the Billah, we have to make sure that inshallah in Ahlul Sunnah Jama'ah, we know all our doctors, we know all our engineers, we all know our professors in the university, so as to work together, because the best we can do is to always go and get in from Prophet Muhammad sallam. When the Prophet was living, told us, in Nisari Prophet Muqtaqa'in, I'm living with you to have a thing. Kitab Allah wa Sunnati, the book of Allah and Sunnah of Prophet Muhammad. So let us all go to school, let us excel in education, and may Allah bless all of us, inshallah, because this is the best we can do. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك النور والضياء وصبر المشاد نفترق. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور المصطفي، نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله واله وصحبه وسلم، الذي بزع على هذا الوجود وظهر على هذا الكون فاضاء واستضاء منه كل كائنة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم
ما أراد أحد أن ينال منه الحبيب أن ينال من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا تتضعضع وصدر قدرا ومكانة عند أعين أحبائه قبل أعين آدائه. كل من يروم أن ينال من المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزيد من ذلك إلا إظهار من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه المبادئ التي نراها وهذه المبادئ التي نشهدها في هذه الأشياء أن ينال من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ذلك إلا إظهار ذوق يكمن في صدورهم من انتشار نور المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أرجاء بلادهم. انتشر نور المصطفى والإسلام في بلاد ما في بلاد أوروبا فاستشاطوا غيظا وكمدا وأرادوا بذلك أن ينالوا من المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن لا يزيد ذلك إلا إظهار رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مظهر قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومثل قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فبعظمة خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجب علينا ومنا تعظيمه صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين المحبة والتعظيم، وكلاهما واجبان. كما يقول الإمام البيهقي أن التعظيم قدر زائد على المحبة، ليس المحبة في المحبة فقط، بل التعظيم واجب علينا ويجب علينا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا وبحثنا عن قدوة وحدود في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلننظر عظمته وتعظيم أصحابه له صلى الله عليه وسلم. يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد وصفت على ملوك الدنيا وصدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت أحدا من الملوك يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله إن نخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فتركتها وجهه وجلده، والله ما أمرهم بأمر إلا اقتدروا به، والله ما كاد يتوضا الا كاد يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، على وضوئه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تبركا لذلك الوضوء. وما تكلم الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في حضره اصحابه الا خفضوا عنده صوت اصواتهم ولا يحبون النظر اليه تعظيما له صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فهذه هي الحدود التي يجب ان نراها ونظرها. اذا ما طعن فينا احد بالخلوع نقول له سبقنا بذلك فاصحابه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اختتم قولي بقول الامام الزكي حيث قال: هناك في القلب طاقه، وهذه الطاقة موجودة في جميع القلوب. قال: هناك في القلب طاقة لا يسدها إلا محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا لم يكن ذلك فحياته كلها هموم وهموم وحسرات وألم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا تعظيمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخط العملي لكل تلك الطعون أن نقوم بإحياء سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيوتنا، في أسرنا، في أصواتنا، في نفوسنا. نحيي سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع أعمالنا، في جميع تحركاتنا، في جميع سكناتنا، أن يرى الناس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يمثلون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكون سفراء للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسير في هذه البصيرة محمديين،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا محبة في محبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تكسر وشاك الأولى أحد أحد وما ناجم عليه الحليم المصطفى وإلا صليها بها خيرا صليها بها الحمد لله صلى الله على خير خلق الحمد لله رب العالمين ولا عقوبة المتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله وحده ولا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله. ان شاء الله ما شاء الله حقول ما نقول ما نقول محبه النبي عليه الصلاه والسلام هي تعليمك النبي عليه الصلاه ان شاء الله ودائما ابدا الا انت كتمنى نعوضنا ان شاء الله ودك اهل المحبه والنبي تعالنا وحنا ugu baaqayna ان النبي هو تعليمي ان النبي هو دينيه ان شاء الله والنبي هو المحبه دي اسمها قاي تعليمي ان شاء الله انت صايا ugu baaqayna اسلام المسلمين تضمان والله انه مركز سلام سوي معنا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.